اللاعبين المتوسطين الان الجزائر تحضر ايضا العاب الاتحاد العربي وفيها كاس الشرق اللي حتكون في الجزائر. رساله واضحه انه في اراده سياسيه لاحتضان مستقبلا على الاقل كاس امم افريقيا هنا في الجزائر. شوف، هو الاراده السياسيه ليس هناك ادل من يعني المرافقه يعني نتاع كل السلطات العموميه وعلى راسها السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه العاب البحر المتوسط، وايضا خلال التصريحات والندوات الصحفيه اللي كان يعقدها السيد الرئيس واللي يولي الاهميه الكامله للرياضه وللشباب الجزائري. الان الحمد لله بفضل توفر وجاهزيه يعني المنشات الرياضيه اللي هي موجوده في كل يعني انحاء الوطن، عاد في امكاننا انه نطمح لتنظيم اي منافسه رياضيه مهما كان مستواه. كاس افريقيا نترشح ان شاء الله اذا فتح المجال سنترشح لذلك ان شاء الله.